كنا يعني لما كانت اللعيبه دي لسه بتقوم بادوارها الدفاعيه لمده نص ساعه ما كناش شايفين خطوره خالص. ولكن لما اللعيب برضه هي قدرات، يعني مش هقدر اقول لايمن حفني او شيكابالا تدافع، مش هيقدر، يعني مش هيقدر يكمل لي الماتش كله وهو بيدافع وعايزه كمان يهاجم، فهتبقى صعبه. وفي حاجه تانية ان الكابتن مؤمن برضه خلي بالك هو محصور في 17 لعيب، فدي برضه يعني غصب عنه عمال يجيب من هنا يحط هنا يجيب من هنا يحط هنا بالظبط. فكل الحاجات دي مع الخضة بتاعت الجمهور اللي حصلت والخضة بتاعت النهائي هي دي اللي أثرت على نتيجة المباراة. هو نيمنا من البلدي كده من الاول، وقعد يقول وقعد يقول الاسامي اللعيبه كلها، انه حافظ اللعيبه وان شيكابالا اسطوره ومش عارف مين لعيب كويس. دي بتدل ان هو حفظ اللعيبه بتاعتنا ومذاكر كويس جدا وحفظ اللعيبه اللي معاه فريق الزمالك كله باساميهم. دي طبعا حاجه يعني غريبه شويه، انت في الاخر يعني اللي بيتحفظ اسمه ده اللي هو بيبقى النجم، لو هو شيكابالا اكيد فرقه سان داونز كلها حافظه اسم شيكابالا او عارفين شيكابالا، ولكن لما تبقى حافظ الفرقه كلها دي بتدل ان المدرب بالظبط، دي بتدل ان المدرب كان مذاكر وحفظ لعيبته كويس. المباراه اللي هنا بتختلف على المباراه اللي هناك، لان انت هنا خلاص انت ما قدامكش حل غير ان انت تهاجم بحذر، ولكن انا التشكيل شايفه ان هو مش هيخرج عن التشكيل بتاع الماتش اللي فات. يعني هو انت بالظبط، لان انت بره ملعبك ولعبت باربعه، فهل مش طبيعي ان انت بقى هتيجي هنا هتلعب بثلاث ديفندرات؟ خلاص يعني انت محتاج ان انت تهاجم، محتاج ان انت تكثف الهجوم وتضغط على فريق صن داونز، لان هم اضعف خطوطهم الخط الدفاعي، فان انت تضغط عليهم في الاول مباراه مع الضغط الجماهيري اللي موجود اعتقد ان الزمالك هيقدر يعمل حاجه. ما عشان احنا ما كناش بنهاجم اصلا، يعني احنا ما هاجمناش، احنا ما هاجمناش غير لما لعبنا بثلاث ديفندرات وابتدى يبقى فيه هجمات، هي دي النقطه. ولكن هنا انا مش هبقى محتاج بقى ان شيكابالا مدي له ادوار دفاعيه وايمن حفني مدي له ادوار دفاعيه وستانلي مدي له ادوار دفاعيه، لا هيبقى كله مدي له ادوار هجوميه مع التحفظ الدفاعي اللي هو الناس اللي هتبقى موجوده سواء السيرد باكين او الباك العكسي او ديفندر من الديفندرين هم اللي هيبقوا متوليين النقطه الدفاعيه. يعني طيب الشيخ مرتضى منصور كان بيقول ان يعني حمل شويه جزء من المسؤوليه على جهاز المنتخب اللعيبه او طبعا ده فعلا طبعا طبعا. بالنسبه للعيبه الاهلي اللي كانت قاعده 8 سنين مع حسن شحاته رايح جاي ما كانش في وقت اللي هو في يعني تعارضت مع نهاية افريقيا، ما شفناهاش دي، ولكن طبعا كلنا سافرنا وعارفين الطيران الافريقي شكله عامل ازاي، كارثه. فلا طبعا صعب ان انت تأدي بعديها باربع خمس ايام بقوه في ظل السفر رايح جاي، دي طبعا مرهقه. يعني حامد في ماتش المنتخب كان حتى في ناس بتقول لك لعيبه الزمالك مش موجوده، لعيبه الزمالك خايفه على نفسها، لعيبه الزمالك بتريح في الملعب. في ماتش المنتخب؟ اه. لا ليه؟ علي جبر كان هايل واسلام جمال كان هايل. لا انا شايف ان بعض الانتقادات كتير بسبب الاهداف. لا 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 لا. لا انت بتتكلمي على ماتش المنتخب. ماتش المنتخب؟ لا. الهدف اللي دخل. لا 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 لا. عملوه علي لا خالص، لا ده هي كانت تغطيه عكسيه المفروض تبقى من عمر جابر. لا مش هم خالص. لا ولكن هم كانوا كانوا كويسين جدا في الماتش ده. ماتش منتخب يعني. لا ما هتبقى كتير قوي دي. هو هيبقى واحد من معروف او ابراهيم صلاح جنب طارق حامد في نص الملعب. لو علي فتحي كويس وجاهز. يعني انت مش مع ان انا اشيل استلم معايا وارفع الغطفه؟ لا اشيله معايا عشان يعمل لي ايه؟ طبعا مفيش خلاص، انت ما قدامكش حل تاني ان انت تجيب اهداف مع الحرص الشديد في الناحيه الدفاعيه ان انت ما يدخلش فيك جون. طب تقييم حضرتك لموقف احمد الشناوي، شايفه هروب ولا شايفه
لا هو مش هروب، هو لا برضو مش اهتزاز. انا شايفه ان هو يعني انا شايف ان هو خد قرار صح بصراحة، ان هو يخرج من الملعب، لان كانت اي كرة هتلعب عليه بعد كده هتخش جول. فده كلام انا متأكد منه يعني. ضغط نفسي؟ لا ضغط نفسي. ضغط نفسي ده خلي بالك بي بي مش بيشد العضلات، بيفرتك العضلات. انا كنت قاعد مرة